السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم آدم من قناة تقنيات للمعلومات. يعتبر بايونير من بين أفضل الأبناء الإلكترونية الرائعة التي يمكنك استخدام حسابك عليه والبدء بالعمل على الأنترنت للتوصل بأرباحك بكل سهولة. فمثلا إذا كنت مسوق على إحدى المواقع مثل أمازون أو تقوم بعمل التصاميم على نفس الموقع، فيجب أن تتوفر على بطاقة ماستر كارد تساعدك على التوصل بأرباحك بدون مشاكل. ويوفر بايونير هذه البطاقة مع سهولة استخدامها والتعامل بها عبر العالم. فمنذ أن قمت بإنشاء حساب بايونير، تمكنت من التوصل بأرباح جيدة من مجموعة من الأعمال على الأنترنت، بما فيها شركات البارتنير وأيضا التسويق على بعض المتاجر الإلكترونية، مع سهولة إرسال الأموال والتوصل بها من أي شخص لديه حساب بايونير، بالإضافة إلى سهولة استخدامها للشراء من الأنترنت بكل أمان. إذا كنت ترغب بالتعرف على كيفية الحصول على بطاقة بايونير وأيضا مجموعة من الخدمات الخاصة بهذا الموقع، فأنصحك بمشاهدة مجموعة من الحلقات التي ستجد روابطها في الوصف أسفل الفيديو. لكن إذا كنت تتوفر على رصيد بهذا البنك، فيجب أن تحتاط من بعض المشاكل التي قد تواجهها عند استخدامه. أهم هذه المشاكل هي عدم إمكانية تحويل الأموال إلى أي جهة، وأيضا أخطر مشكل هو حظر حسابك أو إغلاقه حتى لو كان لديك مئات الدولارات بحسابك. ولهذا سنحاول في هذه الحلقة إعطاء بعض الحلول التي يجب تطبيقها حتى لا يتم حظر حسابك أو إغلاقه بدون سابق إنذار. أولا، يجب أن تقوم بربط حسابك مع حساب بنكي محلي، لأن بايونير لم تعد تثق ببعض الحسابات العربية، ولهذا فرضت على العديد من المستخدمين بالمنطقة العربية عند إنشاء حساب بايونير إضافة حساب بنكي محلي. وإذا كان حساب بايونير لديك غير مرتبط بعد بهذا الحساب المحلي، فيجب أن تقوم بإضافته قبل أن يتم تعطيل مجموعة من الميزات بحسابك. وللقيام بذلك، يمكنك مشاهدة حلقة حول كيفية ربط حساب بنكي محلي ببايونير من خلال البطاقة التي تظهر لك الآن في أعلى الفيديو، أو التوجه إلى الرابط الذي ستجده في صندوق الوصف. مشكل آخر يجب أن تحتاط منه هو حظر حسابك ببايونير، فقد أصبح هذا البنك يفرض على مستخدميه إرسال صورة لبطاقة الهوية أو جواز السفر حتى يتم تأكيد هوية المستخدم، وذلك من أجل تجنب بعض الأعمال غير القانونية للمستخدمين كدعم الجرائم. وأيضا تعطيل حسابات الأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقة هوية أو الذين لم يصلوا بعد إلى السن القانوني وهو 18 عاما. ويعتبر هذا الأمر كإجراء أمني لحماية أموالك من خلال التعرف على هويتك الحقيقية وعدم التورط عند تحويل الأموال إلى أشخاص قد تكون لديهم سوابق غير قانونية حتى لو كنت تتعامل معهم عبر مواقع الخدمات الحرة. ولهذا إذا توصلت بهذه الرسالة، فيجب أن تقوم بإرسال نسخة من جواز سفرك. قبل ذلك، يرجى تغيير لغة واجهة حسابك إلى اللغة العربية حتى تتمكن من متابعة جميع خطوات الشرح بشكل جيد. للإشارة، إذا لم يكن لديك جواز سفر، فيمكنك إرسال نسخة لبطاقة الهوية الوطنية أو نسخة لرخصة القيادة، إلا أن هذه الوثائق تأخذ وقتا أطول لمعالجتها مقارنة مع جواز السفر. كما يجب أن تقوم بإرسال هذه النسخة قبل التاريخ المحدد لك في الرسالة. ومن الأفضل أن تقوم بعمل مسح لجواز سفرك أو بطاقة الهوية من خلال جهاز السكانر، وليس عن طريق تصوير هذه الوثيقة من خلال كاميرا الهاتف، حتى تتجنب مشكل رفض توثيق الهوية. إذن بعد الحصول على نسخة رقمية لجواز سفرك، قم بالضغط على تحميل الوثيقة، ومن خلال هذه الواجهة ستتوجه إلى خيار الوثيقة 1، ثم اختر الهوية الشخصية الرسمية. بعد ذلك اختر نوع الوثيقة، يمكنك اختيار جواز السفر إذا كنت تتوفر عليه أو اختيار الهوية الشخصية الرسمية. وفي هذا الخيار قم بتحديد بلدك أو البلد الذي تقيم فيه. الآن قم بالضغط هنا لرفع نسخة الهوية الخاصة بك من الجهة الأمامية، وبشكل اختياري يمكنك أيضا رفع الجهة الخلفية لنسخة الهوية. إذن بعد الانتهاء من هذه الخطوات، قم بإرسال الوثائق التي قمت برفعها للموقع، ثم انتظر قليلا إلى أن يتم الانتهاء من ذلك. وبهذه الطريقة ستتمكن من إرسال نسخة بطاقة الهوية الخاصة بك، وعند معالجتها ستتجنب جميع المشاكل الخاصة بحظر حسابك على البايونير واستخدام جميع الميزات الخاصة به بكل أمان. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم. إذا استفدت من هذا الشرح، نرجو منك الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائك حتى تعم الفائدة، ولا تنسى الاشتراك بالقناة من خلال الضغط على زر سبسكرايب. دمتم في أمان الله.